في عيد ميلادهم 20 تطوع توأم من رواد الفضاء لخوض تجربة ستبقى تيرة على الأرض بينما ستسافر ستيلا على متن مركبة فضائية. ستسافر ستيلا بسرعة الضوء بنسبة 86.6% لزيارة نجم يبعد 10 سنوات ضوئية. وبينما تستعدان تسأل التوأمان عن الذي سيحدث حين يجتمعان، حيث أن السنة الضوئية تعادل المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. يجب أن تستغرق رحلة ستيلا 23 سنة، ومن دراستهما للنسبية الخاصة يعلم التوأمان أن الأمر ليس بهذه السهولة. أولاً، كلما تحرك جسم في الفضاء بسرعة كلما كانت حركته عبر الوقت بطيئة مقارنة بمرصد ثابت. يمكن حساب هذه العلاقة كمياً بواسطة شيء يدعى بمعامل لورنتز والتي تحدد بهذه المعادلة. وثانياً، طول جسم متحرك كما قيس من مرصد ثابت سيتقلص بواسطة المعامل نفسها. في 86.6% من سرعة الضوء معامل لورنتز هو 2، ويعني أن الوقت سيمضي أبطأ بمعدل مرتين على متن المركبة. لن تلاحظ ستيلا تباطؤ الزمن، وذلك لأن جميع العمليات المعتمدة على الزمن ستتباطأ في المركبة، كذلك الساعات والأجهزة الإلكترونية ونشاطات ستيلا البيولوجية، ومن ضمنها تقديرها للتقدم بالسن وافتراضها عن الوقت بحد ذاته. الأشخاص الذين يستطيعون ملاحظة أن الوقت على المركبة يمضي أبطأ بالنسبة لستيلا هم المراقبين ضمن الإطار المرجعي القصوري أو العطالي، مثل تيرا التي بقيت على الأرض. لذلك تستنتج تيرا أنه عندما ستجتمعان على الأرض ستكون أكبر من ستيلا، ولكنها مجرد طريقة واحدة للنظر للأمور، لأن جميع الحركات نسبية. تزعم ستيلا أنه من الصحيح القول أن مركبتها ستظل ثابتة بينما بقية الكون ومن ضمنهم تيرا سيدور حولها، وفي هذه الحالة سيمر الوقت أبطأ مرتين عند تيرا، جعلاً ستيلا التوأم الأكبر في النهاية. لا يمكن أن تكون كل واحدة منهما أكبر من الأخرى، إذن فأيهما على حق؟ هذا يظهر تناقضاً يعرف بمفارقة التوأم، ولكنها ليست بالمفارقة الحقيقية، فهي مجرد مثال على كيفية إساءة فهم النسبية الخاصة بسهولة. والاختبار نظريتهما في الوقت الحالي، اتفق التوأمان على إرسال موجة من الضوء للآخر كلما مرت سنة عليهما، فعلى خلاف بقية الأشياء سرعة الضوء تبقى ثابتة بغض النظر عن إطار المراقب المرجعي، وستقاس موجة الضوء المرسلة من الأرض بالسرعة ذاتها التي ستقاس بها موجة الضوء المرسلة من المركبة بغض النظر عما إذا كانت صادرة أو واردة. لذا عندما يرصد التوأمان موجة ضوئية فهما يقيسان كم يستغرق التوأم الآخر ليختبر مضي عام عليه، وإلى كم يستغرق الضوء ليسافر فيما بينهما. نستطيع تتبع ما يحدث على الرسم البياني. يحدد محور إكس مسافة البعد عن الأرض، ويتابع محور واي مرور الوقت. من منظور تيرا سيكون مسارها خطاً عمودياً ببساطة، مع بعد يعادل صفراً وتعادل كل علامة على خطها سنة كما تعيشها هي. سيتمدد مسار ستيلا من البداية ذاتها حتى نقطة 11.5 سنة زمنياً وعشر سنين ضوئية بعداً عن تيرا، قبل أن تتلاقى مرة أخرى عند البعد 0.23 سنة زمنياً. في علامة أول سنة لها سترسل تيرا نبضات ضوئية من الأرض باتجاه مركبة ستيلا، وبينما أن الضوء يستغرق سنة ليسافر سنة ضوئية سيكون مساره 45 درجة على الخط المائل، ولأن ستيلا تسافر بعيداً عنه سيدركها الضوء بمرور الوقت. أكثر من 7 سنوات سيمر على تيرا و4 سنوات على ستيلا. بمرور الوقت سترصد ستيلا موجة تيرا الثانية، وستكون فعلياً في رحلة عودتها، ولكن الآن بما أنها تسافر باتجاه مصدر الضوء سيستغرق وقتاً أقل حتى يصل إليها، وسترصد الموجات على نحو متكرر أكثر. يعني أن ستيلا سترصد تيرا تكبر ببطء في النصف الأول من رحلتها، ولكنها تكبر بسرعة خلال نصف رحلة العودة. في هذه الأثناء ستبدو ستيلا كما تيرا في نجمة المقصد، والكون بأكمله يدور حولها، وبسبب طول الانكماش ترصد ستيلا تقلص المسافة بينهما بواسطة العامل 2. هذا يعني أن كل مرحلة من الرحلة ستستغرق فقط حوالي 6 سنوات من منظور ستيلا، فعندما ترسل أول إشارة إلى الأرض يكون قد مضت سنتان على تيرا. وسترسل ستيلا 4 موجات ضوئية في رحلة ذهابها كل واحدة أكثر بعداً عن الأخرى. بمرور الوقت سترصد تيرا نبضة الضوء الأولى من رحلة إياب ستيلا، وسيمضي أكثر من 21 سنة عليها. أما ما تبقى من رحلة عودة ستيلا ستستقبل تيرا عدة نبضات ضوئية كل سنة، وهكذا تيرا ترصد ستيلا تكبر ببطء بنسبة 90% من سنواتها 23 على حدة، وتكبر بسرعة في آخر 10%. إن هذه الحسابات المتباينة
معينة تبين لماذا هذه المفارقة ليست بالمفارقة، على الرغم من أن كل توأم يشهد وقت كلاهما يتسارع ويتباطأ لكل منهما. حتى ستيلا سترى الانقسام، بينما تيرا ترى ستيلا تكبر ببطء في أغلب وقت لابتعادهما. هذا ثابت عند كلا التوأمين في قياس رحلة الفضاء والتي تستغرق 23 سنة أرضية وفقط 11.5 سنة كما اختبرت على متن المركبة. وعندما سيجتمع التوأمان تكون تيرا بعمر 43 وستيلا في 31. أين أخطأت ستيلا؟ كان افتراضها يقضي أنها وتيرا لديهما برهان متكافئ ليصبحوا مرصدين قصوريين، وليتحقق مرصد قصوري يجب أن تحافظ إحداهما على سرعة ثابتة واتجاه نسبي للثبات في الكون. كانت تيرا في حالة سكون طوال الوقت، لذا كانت سرعتها ثابتة عند الصفر، ولكن عندما غيرت ستيلا وجهتها في رحلة العودة دخلت في إطار مرجعي مختلف عن الذي بدأت به. والآن لدى تيرا وستيلا فهم أفضل عن كيف يعمل الزمان، وكما التوأمان يبتعدان عن بعضهما بفارق 11 سنة عمرياً فهما خير مثال على النسبية الخاصة. ألست مستعداً للعودة إلى الأرض؟ استمر في استكشاف علم وفلسفة وغموض الكون في space-ed.org.